السلام عليكم. اليوم نتابع فيديو كامل وشامل حول مول تاع مدينة عنابة، وهذا الفيديو التصويري والتمثيلي لمشروع المول عنابة اللي يعتبر واحد من أكبر المولات في الجزائر، يعني بحجم ضخم. سوف نشاهد يعني في الصور ماذا الضخامة والحجم الكبير لهذا المول. فالمول هذا راح قيد الإنشاء والعملية انطلقت، وبمناسبة زيارة والي ولاية عنابة الجديد للمشروع تاع المول يقع بوسط مدينة عنابة. إذن بمناسبة هذه الزيارة اليوم حبيت نوري لكم الفيديو حول المشروع هذا لنأخذ فكرة، لأنه في مشروع يعني فعلي وراح قيد الإنجاز، ونسبة الأشغال راهي يعني حوالي 20%، يعني في مرحلة يعني في المرحلة الخطوات الأولى، رغم أن المشروع هذا عنده أكثر من عام اللي انطلق في عنابة. المهم نشاهد التجسيم تاع المشروع هذا، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.